بنصبح عليكم مرة تانية ولسه بنكمل معاكم فقراتنا في نهارك سعيد. وآخر فقرة وهي حديث الأسبوع اللي بنتكلم فيه عن أهم الأحداث اللي بتشغل الرأي العام واللي بتشغل مصر خلال الأسبوع اللي فات. في أخبار إيجابية وفي أخبار لسه بتقلقنا وفي لسه حوار سياسي عن الدستور وعن مجلس الشعب وعن انتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشورى. في كلام كتير ده اللي هنتناقشه مع ضيوفنا النهاردة. بيشرفنا يكون معانا الكاتب الصحفي محمد السيد صالح مدير تحرير المصري اليوم. نهارك سعيد يا فندم منورنا. بيشرفنا كمان يكون معانا استاذ فريد زهران وهو عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. نهارك سعيد يا فندم. انا عايزه ابتدي كده على طول بالحوار اللي احنا بنتكلم عليه بقالنا فتره واللي ليه علاقه باللجنه التاسيسيه اللي هتضع الدستور. كان في ناس طبعا كلنا عارفين بدايات الحوار عليها من وثيقه السلمي اللي ناس كتير اعترضت عليها وتحديدا التيار الاسلامي في حين انه كان التيارات المدنيه موافقه او مرحبه بشكل او باخر ان يبقى في مبادئ حاكمه للدستور او ان يبقى في معايير معينه لوضع اللجنه التاسيسيه. ولكن اللي حصل من انه استاذ منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري اعلن بشكل صريح انه هم ما لهمش اي علاقه وما لهمش اي صله باللجنه التاسيسيه اللي هتضع الدستور وان دي مسؤوليه مجلس الشعب والشورى تماما وهم اللي يحطوا الضوابط. تعليق حضرتك ايه؟ والله تعليق منصور حسن اعتقد انه اقرب الى لغه الصوار لغه الشارع أقرب. لكن في أصوات متنافرة داخل المجلس. تسمعي من منصور مجلس الاستشاري مجلس الاستشاري خليها الاستشاري. لغة منصور حسن في نفس اليوم واحنا يعني بنعاني منها صحفيين. منصور حسن أقرب يعني رجل له باع طويل وخبرة سياسية وعلاقات جيدة جدا مع الإعلام والرسمي والخاص في نفس الوقت. فناخد التصريح من منصور حسن بهذه الجملة التي قرأتها تماما لها علاقة لنا بالدستور وأن المجلس المنتخب يقصد الشعب والشورى كبرلمان هو اللي هيختار في اجتماعه الأول أيا كان موعده هو اللي هيضع اللي يختار اللجنة ويختار ضوابطها كمان. صحيح. تسمعي كلام مختلف. رجعك لسامع عاشور مبارح بس رجعك لمحمد الخولي المتحدث الرسمي رجعك لدكتور نور فرحات. بعضهم قال للصحفيين يا جماعة إذا كان تشكيلنا الأساسي سبب وجودنا الأساسي هو وضع الضوابط لهذه ده اللي كان معلن في الأول اللجنة. فلغايه دلوقتي وغايه اجتماع امبارح يعني 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 لو قريتي صحافه النهارده هتلاقي لسه كان ومركزوا في الاجتماع الاخير اللي خلص في وقت متاخر امبارح مع وزير الداخليه عن اجراءات تامين المظاهرات والوعد الداخلي ووزير الداخليه اتكلم معهم لوقت طويل. ولكن حتى الان لم نسمع حتى يعني زميلتنا اللي راحت غطت امبارح قلت لها اسالي ارجوكي اسالي السؤال ده هل لكم صوت واحد فيما يتعلق بضوابط اللجنه التاسيسيه ولا لا؟ نسمع كلام من منصور حسن وعكسه تماما من الثلاثة أربعة اللي الرأي العام والصحافة ترجع لهم في هذا الحوار. طب أستاذ فريد تعليق حضرتك إيه على التصريح اللي هو يعني فيهوش مجال الشك يعني؟ والله أنا تقديري لو افترضنا حسن النية وإحنا لازم نفترض حسن النية أعتقد أنه يعني ما يقصده منصور حسن هو أنه من الناحية الرسمية من الناحية القانونية وفقا للتعديل الدستوري الذي استفتي عليه الشعب فإن مسؤولية وضع ضوابط اللجنة التي ستضع الدستور وطبيعة تشكيلها تقع على عاتق مجلسي الشعب والشورى. تمام. هذا قول صحيح ولكن ما يقصده الآخرين بتصريحاتهم هو أن المجلس الاستشاري وهو استشاري بحكم اسمه ووظيفته من حقه أن يدلي بدلو في هذا الموضوع وأن يعني يقترح واقتراحاته وتصوراته لن تكون ملزمة إلا من الناحية الأدبية إذا توافقت عليها كل القوى السياسية وبالتالي فيش تناقض بين الفكرتين. يعني أنا شخصيا لو سئلت هجاوب الإجابة دي برضه يعني ما هو يعني يعني من الناحية الدستورية والقانونية اللي هيحط يعني هذا ضوابط واللي هيقر هو مجلسي الشعب والشورى لكن بإعاز من توافق وطني عام على خلفية توافق وطني عام بالتزام أدبي بتوافق وطني عام تم إعداده مسبقا هو ده السؤال هو ده اللي بيقول عليه الخولي واللي بيقول عليه نور فرحات واللي بيقول. وأنا عايز أنبه في هذا الصدد لأنه الحديث عن هذه الضوابط قديم يعني هي الناس بتنسى بس إن إحنا لما حصل الخلاف الكبير حوالين الدستور أولا ولا لأ اقترح فكرة المبادئ الدستورية عشان يبقى هناك تطمينات متبادلة. كان هناك تخوفات من التيار الإسلامي السياسي أشعوها في المجتمع بأن لو القوى الديمقراطية أو الليبرالية أو اليسارية خدت أغلبية في البرلمان هتلغي المادة الثانية من الدستور وهتضع الدستور علماني. وكان هناك تخوفات عند
القوى الديمقراطية والمدنية، من أنه لو التيار الإسلامي خد أغلبية في البرلمان فممكن يعمل يلغي المواطنة، يعمل نوع من التمييز في الدستور إلى آخره. التخوفات المتبادلة دي هي اللي وطرت الأجواء السياسية. ولما حصل كلام عن الدستور أولا فالناس قالت طب، لما حصل كلام حوالين إن الانتخابات قبل الدستور فالناس قالت طب على أي أسس تتم الانتخابات، وإزاي وهنطمن إزاي، لأنه مش فريق يستأثر بالأغلبية يضع الدستور. فأنا أشكر فيها الصدد إن أول من اقترح فكرة المبادئ الدستورية لحل هذه الإشكالية كان الإخوان. بعد كده هم يعني أسباب يطول شرحها يعني تحفظوا على هذا الموضوع ونصبوه العداء. وثيقة علي السلمي أنا فاكر كويس قوي الانتقادات الأساسية اللي اتقالت عليها تتعلق ببنودها مش على فكرتها. صحيح. طيب هل هم كانوا صادقين في أن الأمر أمر البنود وليس أمر الفكرة؟ لو أن أمر البنود وبالذات المادة 9 و10 يبقى ده موضوع اللي هم المتعلقين بدور القوات المسلحة ومكانتها في الدستور الجديد، لو أن الأمر يتعلق بالمادتين دول ده ما ده كان موضع توافق قطري، يعني أن كل القوى السياسية في مصر أجمعت على أن البنود دي مطلوب إعادة صياغتها بما لا يجعل الدولة عسكرية بدلا من أن تكون دولة مدنية. طيب. لكن الفكرة، الفكرة اللي هي هل يمكن للقوى السياسية في مصر أن تتوافق على توجهات عامة أو مبادئ عامة للدستور الجديد، بالإضافة إلى ضمانة بأن اللجنة التي ستضع الدستور هي لجنة تم اختيارها لكي تحقق توافق وطني عام وبالتالي تم اختيارها بتوافق وطني عام. هم دول السؤالين. سياس فريد، يعني هل تتوقع ان حد زي دلوقتي الاخوان ومعهم السلفيين وراهم مش عايزين حد يقرب من الضوابط ولا من الاختيار، وواضح ان المجلس الاستشاري جاي اللي هو يعني عايزين نقول بشكل او باخر رد او صنيعه المجلس العسكري عايز عشان يلعب في الجزئيه دي بعد سقوط وثيقه السلمي سواء بنتعلق بالبنود او الرؤيه العامه. انا واحد من الناس كنت متفق مع وثيقه السلمي لولا البند 19 بالزبط. وناس كتير وده كان محل نقاش وحوار بالزبط. يعني كان سهل بالفعل وكثير من القوى الليبراليه ذهبت في انتقاد وثيقه السلمي ولم تعي الفلسفه اللي كانت وراها. لا بس هي كانت مظاهرات، كانت 19 كانت خادعه والمظاهرات احنا كنا ضد 19 بالفعل. اي بس المظاهرات والحشد اللي حصل ده عايز ارجع السلمي ما كانش عشان 19 طالما تجعت ورا قوي كده هقول لكم. طب قدام هل تتوقعوا من الناس اللي عملت التكتل ده والمظاهره الملونيه الشهيره اللي قادها منهم فتوح واللي كان تداعياتها بعد كده موقع محمد محمود وما الى ذلك، هل تتوقعوا ان هذه القوه لما يبقى عندها اغلبيه في البرلمان 70% هتسمح باي ضوابط من مجلس استشاري هم ماسكين البند الدستوري وقاعدين عليه بايديهم كده عايزين ينفذوه؟ هل تتوقع أو يعني أنا بطايق السؤال ليا كمان، هل أتوقع أن الناس دي هتستنى ضوابط أقول له اختار مين وما تختارش مين؟ لا. هل الضوابط كما أفهمها يعني ممكن أكون رؤيتي غلط، ده يخليني مين اللي هيمثل الأزهر، مين اللي هيمثل الكنيسة، مين اللي هيمثل المجتمع المدني، مين اللي هيمثل ده هتقول له ولا هو هيكون الواضع مين اللي هيمثل الستات اللي تقريبا غايبين في المجلس حتى الآن؟ احنا في احنا يعني في ورطة. طيب. أنا متفق مع رؤية الدكتور أحمد زويل، لا يوجد برلمان في العالم يضع دستوره، المجتمع بشكل من الاشكال احنا يعني خدنا السيناريو الى ان البرلمان اللي بقى باغلبيه اسلاميه الاغلبيه في البرلمان يتضع دستور. طب وده يخليني بقول خير لو ما جعله خير حزب النور السلفي عنده مقترح للدستور. لا خليني انا عايز ارد على الاستاذنا بان انا شويه عايز اتفائل على غير عادتي وابني تفاؤلي على الفرضيه العكسيه. بمعنى احنا في مصر انا دايما بكرر ده في دلوقتي في المشهد ثلاث قوى رئيسيه بقالنا كتير، المجلس العسكري بما يمثله من عمق الدوله المصريه او قلبها الصلب على حد تعبير دير رشوان، وقوى الاسلام السياسي الصاعده، وقوى الديمقراطيه المدنيه الى اخره. الثلاث اطراف دول يعني بيأثروا وبيتأثروا بقوة رابعة مهمة جدا اللي هي الشارع وحركة الشارع اللي هي بتبعد أحيانا وبتقرب أحيانا من سواء قوى الإسلام السياسي أو قوى الديمقراطية. ده المشهد السياسي. أنا متصور إنه كان هناك وهم أو اعتقاد لدى بعض أطراف هذا المشهد بإنه أحدهم سيتمكن من إيه؟ من إملاء إرادته بالكامل، يعني إن المجلس العسكري هينفذ أجندته بالكامل، وحاول ذلك. وأجندته كانت بسيطة، ان خلاص احنا مشينا حسني مبارك وعلاء مبارك وجمال مبارك وحبيب العدل الفرقه دي او العصابه دي، نرجع بقى ل 24 يناير بدون عصابه مبارك. يرجع النظام بدون عصابه مبارك.
دي أجندة المجلس العسكري وحاول ينفذها، خلاص لا نذهب أبعد من ذلك. وفي الأجندة بتاعت قوى الإسلام السياسي اللي هي بدرجة أو بأخرى، بدرجة أو بأخرى، بدرجة أو بأخرى، لأن هم متنوعين جدا، عايزين نوع من أنواع الدولة الدينية، خلاص. وفي قوى الديمقراطية المدنية اللي عايزة دولة عصرية حديثة، وهم برضو بينهم بعض خلافات كثيرة تتعلق بطبيعة هذه الدولة بقى من حيث توجهاتها يمينية يسارية إلى آخره. دول الثلاث قوى الرئيسية، كل قوة منهم حاولت تملي إرادتها بالكامل. وأنا أعتقد والحمد لله أنه بان وظهر جليا لكل ذي عينان أنه هذا مستحيل، تمام، وأنه محدش يملك من القوة ومن أوراق اللعبة السياسية بحيث يملي إرادته بالكامل، خلاص. لما بيحصل شطط من أحد الأطراف، الطرفين التانيين بيصطفوا ضده، أو بيحصل الصفاف من اتنين ضد واحد ومع ذلك ما بيقدروش عليه، يعني اللعبة شغالة بالطريقة. طيب هل الناس فهمت الدرس؟ بعد سنة ما احنا بنتعلم ببطء شديد. يعني انا بقالي 6 شهور بقول لا بديل عن بناء توافق وطني عام. التلات اطراف انا مش بناقش اني بحبه او بكرهه، يعني مش بناقش مجلس عسكري كويس ولا وحش، مش بناقش انا رأيي ان قوى الاسلام السياسي كويس ولا، بناقش هل يمكن لنا ان نقضي، يعني انا اتمنى ان انا اصحى الصبح الاقي طرف منهم مش هسميه مش موجود، بس انا ما يعني ليس بالامنيات، هم دي قوه رئيسيه في الوقت. بعض الناس كمان تصورت مثلا القوى الديمقراطيه المدنيه دي خدت 10% في الانتخابات، 5%، 20%، يعني اقليه تقريبا، ممكن نبطش بيها بقى، ممكن نحبسها، يعني ممكن نعدمها، ممكن ننفيها، صعب. يعني انا مش بناقش انه هي كويس ولا وحش، انا بناقش انه اذا كان طرف من الطرفين التانيين مثلا مجلس عسكري او قوى الاسلام متصوره لما تصحى من النوم بكره تنفينا او تلغينا، مش هيحصل. صحيح. مش هتنفينا، بس الشارع اختلف عن 28 وعن 11. انا بس عايز بس وعن 11 بقى مختلف، بس الشارع بيروح ويجي، وانا متخوف من سيناريو اكتر بتاع 25 يناير ومحاوله التخوين ده. انا يعني انا معاك في كل طرحك، وانت بتراهن على الوقت وبتراهن على الوعي العام، انما انا براهن عن حاجه مختلفه. محاولة السنة وخصوصا الست شهور الأخيرة دي في قطاعات كثيرة من الرأي العام يعني مش مؤمنة بأي، بالعكس ده أنا بخون الجميع وبعمل انشقاقات في داخل المتظاهرين والثوار وبعمل فتن وبزورهم إن هم للعالم كله، وبتكلم عن إن هم دول اللي جالبين التدخل الأجنبي والتمويل الأجنبي والمشاكل الأجنبية، وناس كسبت الصناديق ومجلس عسكري السيناريو بتاعه زي اللي انت بتقوله 24 لغايه دلوقتي بتحقق 24. في حاجه بتنفي ده، في حاجه عكس ده خالص، ماشيين في سكتهم، كل حاجه محاكمات مؤجله انتقل من شرم الشيخ الى مركز الطب العالمي بالفعل. يعني الفيو ده انا متفق معاك، بس بتاع البلد انا مش مراهن على الشارع دلوقتي كتير، الا اذا حصلت بشكل ما ثوره. انا ما اقصدش ثوره بمفهوم 28 يناير للمفاهيم، ولا ان احنا راجعين ضد مبادئ الثورة. انا بس هكمل على فكرتي بقى، انه لا بديل من وجهة نظري عن توافق وطني عام. لازم الثلاث اطراف دول تقعد على ترابيزة ما وتتفق، والاتفاق ده يبنى على الردع الاستراتيجي. طب ولو ده ما حصلش، يبنى على انه مفيش حد يقدر، انا مش بناقش مين كويس ومين وحش، مش حد يقدر يهزم الطرف التاني. وبالتالي التوافق معناه ايه؟ معناه تنازلات متبادلة، معناه امكانية للتعايش المشترك، وبالتالي معناه ان احنا بقينا دوله ديمقراطيه. ليه؟ لان هو دي الدول الديمقراطيه، الفرقاء بيتفقوا على طريقه للتعايش وتداول السلطه. ماشي، انا رايي انا ضد مشروع المجلس العسكري، بس هل من حق المجلس العسكري ان يكون ضمن اللعبه السياسيه وعنده مشروع وداخل بالمشروع ده باحزاب سياسيه او في لعبه انتخابيه مثلا؟ انا مش ضد. يطلع بقى بتوع العباسيه يقول واحد مجلس عسكري واحد حسني مبارك، هم حرين، انا مش ضد، هم حرين، انا ضدهم سياسيا، بس انا مش ضد حقهم في انهم يعبروا عن رايهم. وتبقى اللعبه السياسيه فيها امكانيه لتداول السلطه ديمقراطيا والتعايش. ده لا يمكن ان يحدث، لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن الا لو في دستور موضع توافق. طب دلوقتي سؤال، التوافق ده مطلب واضح ان هو احتياج اكتر منه مطلب دلوقتي، لو ده ما حصلش في ناس ما عندهاش هذا الوعي، في ناس متصوره ان هي بدل خالد اغلبيه ممكن تنفينا، في ناس متصوره ان هي معاها دبابات فممكن تنفينا. حلو، لو ده ما حصلش احنا رايحين فين كده؟ يعني لا، لو ده ما حصلش يعني ابشري بطول الفتره الانتقاليه، احنا بقى لنا سنه ليه؟ لان ده ما حصلش. او يكون الدستور المرحله، ايه الفرق بيننا وبين تونس؟ مرحله تجريبيه، يعني مرحله فيها ايه؟ يعني انا في تصوري الاربع سنين والخمس سنين ليسوا معبرين عن القوى الحقيقيه، معبرين عن ناس انشغلت بالثوره وانشغلت بالجدل في القاهره وناس ركزت على السنديه بس. فهي يعني تقدير ان اربع خمس سنين البرلمان القادم ده
غير معبر تماما عن القوانين. مش كان في كلام ان البرلمان ده مش هيقعد 4 5 سنين ولا انا غلطانه؟ مش المفروض البرلمان ده بعد ما الدستور يتعمل هيتحل ولا ده كان كلام زمان وتاريخي وخلص؟ لا أربع هيفضل 4 5 سنين قاعد. خمس سنين بالظبط. هو المفروض يقعد، بس هو مش منطقي انه يقعد بعد وضع الدستور. بعد وضع الدستور مش يعني انا كنت عندي الانطباع لما يوضع دستور جديد هيبقى فيه تناقض ما بين طريقه حتى اختيار البرلمان وربما ما بين الدستور اللي بس ما دام الاغلبيه هي اللي حاطه الدستور لو ده اللي كمل يبقى ساعتها مش هيبقى فيه هذا التناقض. وده يخليني ارجع بقى للسؤال اللي كنت بساله من شويه وهو دستور. الحزب النور عنده مقترح لدستور دستور مصر الجديد، من اهم او من ابرز الحاجات اللي فيه ان هو مش عايز الدوله تبقى رئاسيه لانه شايف ان حكم الفرد ده هو اللي ودانا حكم اللي بيسميها ده بيخلق الفرعون ده على صحيح. ومن الحاجات التانية اللي كانت الناس كتير وقفت عندها هو ان هم عايزين احكام الشريعه ومش المبادئ الاساسيه للشريعه هي المصدر الاساسي للتشريع. خلينا اقول لك النور ايه الفرق بالاحكام بس عشان بس الناس تبقى فاهمه، يعني لما نقول لا الاحكام ومبادئ الاستاذ فريد يقول لا الفرق بين احكام الشريعه ساعتها والمبادئ الاساسيه. هو كان في ثلاث جمل بيتم تداولهم، مقاصد الشريعه، والمقاصد هنا فكره بتقول يعني بالايه بالتوجهات العامه والاساسيه، روح يعني الشريعة. روح الشريعه مثلا يعني، وده كان بعض الليبراليين واليساريين بينادوا بالفكره دي على اساس ان هي دي يعني براح اكتر لتفسير متجدد وعصري ودائم وكده للشريعه. والبعض الاخر كان بيتكلم على احكام بمعنى انما انه ما ورد فيه حكم في كتب الفقه او السلف او كذا يصبح ملزم، وبالتالي يعني هعتبر ان مقاصد دي صياغه فضفاضه قوي واحكام دي صياغه محكمه او حاده قوي، وبالتالي الصياغه اللي في الوسط هي المبادئ الشريعه. وبالتالي انا اتصور ان الماده الثانيه من الدستور في صياغتها الراهنه والحاليه تعبر عن توافق وطني عام ويمكن التمسك به. يعني احنا مثلا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لما صدرت وثيقه الازهر وتمسكت بالنص ده مادة تانية. احنا دعينا كل الاحزاب السياسية في مصر بما فيها الاخوان والسلفيين وكل الاحزاب الاسلامية لتبني وثيقة الازهر، وحضر 14 حزب. للأسف ما حضرش الاخوان وما حضرش النور، لكن حضر مثلا النهضة وهو حزب سلفي، وحضر الوسط وهو حزب اللي هو مرجعية اسلامية. يعني عايز اقول لك ان الصياغة التوافقية، وهنا التوافق مرة اخرى، انا موافق ان هم يقولوا احكام وموافق ان فريق اخر يتكلم عن المقاصد، بس نوصل لايه في الاخر؟ لتوافق وطني عام على ايه؟ على مبادئ. طيب خلينا اقول لك حاجه، يعني بص حزب خلينا نتكلم عن الكتله السلفيه في مصر ليست واحده. وطول عمرهم موجودين في المساجد وموجودين، وانا يعني حتى ما تشوف القائم بتاعتهم واشخاص اعرفهم هتلاقي 7 8 اشكال مختلفه من انصار السنه والسلفي، ويعني ناس متطرفين جدا. بس تعالي شوفي في المضمون، الناس من 10 شهور كانت بتتكلم عن الحاكم وتحريم الخروج عن الحاكم وفي فتاوي شهيره ولاذعه وقاسيه وغير انسانيه عن البرادع وغيره من القوى السياسيه اللي بتحرمهم وبتستبيح قتلهم كمان، والوقت الناس بتتكلم في صلب الدوله، فده تطور معين. وبين التشدد الراجل اللي كان بتاع اسكندريه اللي كان بيتكلم عن نجيب محفوظ وغيره، وناس بتتكلم عن الدستور. وبالتالي عايز يعني في وده في حاجة أخطر من كده، الحديث عن الإذاعة إسرائيلية ودفاعهم بعد كده وتبريره إن أنا مفيش إلغاء معاهدة السلام وما إلى ذلك. أنت بتجيبهم واحدة واحدة للملعب السياسي، ناس ما بتشتغل مع 10 سنين بس. الأستاذ فريد عمره قد إيه؟ عمره السياسي. عمره السياسي قد إيه؟ التيار الناصري 10 شهور، اللي سالفين 10 شهور مش 10 سنين. 10 شهور آسف، 10 شهور. التيار ده كله يعني متجذر في مصر وناس بتشتغل 10 شهور. خدوا كتير اي نعم لانهم شغالين غصب عننا، انت عاد القناه انما في مجموعه قنوات قد ايه بتتكلم عن السلفيه، بتتكلم عن الحلال والحرام في الدنيا. انما ما اجيبهم شويه في العشر شهور دول بقواعد اللعبه السياسيه يتكلم على الدستور ممكن اتفق معاه، انا متفق مع زي ما الاستاذ فريد بيقول لك توافق ممكن نختلف شويه، انما ما يتكلم عن امور تأصيليه ونظام رئاسي ده ما كلام صح، انا متفق مع النظام الرئاسي بالطريقه المصريه تخلق فرعون. فعل هو قالها بشكل كويس جدا. اما يجي يتكلم النهارده عن الاحكام الشريعه يطلع واحد علامه هم يحترمونه والكل يحترمه زي الدكتور نصر فريد واصل النهارده يقول له لا خلي بالك انت بتتكلم عن احكام مين اللي كنا بنقوله قبل الهوا، بس هو قالها بشكل فقهي بقى، انت بتتكلم عن الاحكام دي قطعيه والحياه متغيره، انت تقصد احكام ابن تيميه ولا احكام مين؟ اوبا تفسيرك ايه للاحكام دي؟ فاذا كلمه فقعد يفسر لهم تصريح هايل
يعني ادعوكم انك تقروا، لازم ان هو انت تتكلم عن المبادئ، المبادئ اشمل، واوعى حتى لو في عهد الرسول في دستور هيبقى يتكلم عن المبادئ وليس الاحكام، الاحكام متغيره. في العراق كانت الاحكام مختلفه عن مصر، عن المدينه، عن مكه، عن البصره، يعني في اختلاف في التطبيق. فما ما تتكلمش عن احكام قاطعه بالنسبه ل دستور هيحكم الناس في حياتها المدنيه. طبعا مش عايزه يعني، بس برضو ده تعليق وطول الوقت بفكر فيه، وهو انه انا مستغربه الناس اللي كانت ضد الثوره هي خدت يعني مقاعد كتيره في البرلمان الثوره، واللي بتحط يعني هو تعليق يعني، ما اعرفش اذا كان حد يعني عايز يرد، بس انا مستغربه يعني، انا حقيقي مستغربه ومش عارفه اذا كان ده ما دام اللي انا كنت بقوله على تغير حاله الشارع شويه. تغير ايه؟ وانا عايز اقول لك حاجه يعني في نص دقيقه. القوى التي قامت بالثوره والتي دعمت، واللي احنا نقول 20 مليون يعني في التقدير ان في 20 مليون خرجوا في شوارع القاهره، وفي 20 30 ما هم اهاليهم داعمين لهم، يعني الاغلبيه الكاسعه. هذه الاغلبيه وجدت النخبه تفتتت في القاهره، والناس ركزت على الانتخابات بس. طيب. انا كنت متخيل لو التيار النصير، التيار القومي بشكل عام، توحد بشخص رمز، التيار الليبرالي توحد بشكل رمز وحزب، كان خدوا اغلبيه. انما الكل تفتت والكل تصارع قبل حتى صراعهم مع المجلس العسكري، والكل تفتت لاحزاب بعضها محترمه فيها مبادئ بس ما عندهمش فلوس، ما عندهمش امكانيات، وبعضها مبادئ يعني خاويه جدا، وتركوا للتيار الاسلامي الاغلبيه. انا مش عايز استفيد قوي عن حزب النور، ولكن من الحاجات اللي كانت مثيره للقلق عند ناس كتير يا استاذ فريد هو جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي طلعت اول بيان ليها، مش عارف امبارح ولا اول امبارح، وطلع حزب النور قال دول ده تصرف فردي واحنا مالناش دعوه، وهم نفسهم كانوا قايلين في البيان انا قريته انه هم لا ينتموا لحزب النور، ولكن دي مبادره وهينتموا او هينضموا لحزب النور في حال اكتمال الرؤى واحتمال لجنه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعليق حضرتك ايه؟ والله انا يعني ما اخشى انها ما تكونش مبادره وانها تكون بإعاز، يعني اتمنى ان ما يكونش الإعاز ده من حزب النور لوحده، يعني أنا بينتابني شكوك أن يكون الأمر أكبر من ذلك. أنا بقول ده بكل أسف وأسف، وأن نكون إحنا بصدد بقى الدفع في اتجاه بناء ميليشيات، لأنه أنا دايما يعني بتنتابني هواجس لما يطلع المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية ويقول في التلفزيونات مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعلى منابر المساجد وفي الصحف أنه هو مستني بس إشارة من المجلس العسكري عشان ينزل يطهر من التحرير ويصفي الناس اللي موجودة. يعني في قوة للأسف برضو للمرة العاشرة منسوبة للتيار الإسلامي السياسي، يعني عرض نفسها عرض. أنا سمعت بودني في الجمعة الشهيرة، مش فاكر اسمها جمعة إيه، بس أنا يعني الإعلام كان مسميها جمعة قندهار. سمعت بودني، ما حدش قال لي يعني. الناس بتهتف يا مشير يا مشير، من النهاردة أنت الأمير. يعني في ناس كما وأنهم كانوا يعني يفتون بتجريم وتحريم الخروج على حسني مبارك، الناس دلوقتي ماشيه في نفس السكه وبتخلق فرعون جديد اسمه المجلس العسكري او اسمه المشير، وبتقدم نفسها لهذا المجلس او هذا القلب الصلب للدوله باعتبارها مستعده يعني تقوم بواجب ميليشياتي يعني واجب عسكري يعني. ارجو ان ما تكونش هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جايه في هذا السياق، لان انا يعني بتحسب من هذا كثيرا أن تدفع الأمور دفعا في اتجاه يعني تسليط بالفعل يعني أو دفع قوة ضد قوة وحاجات من هذا. أنا تعليق بس بسيط بعد إذنك فريد، اللي هي قصة أن نتعلم من تجارب إلى ماذا انتهى الآخرون. الأمر المعروف أنها المكر في السعودية اللي هي معقل الوهابية بتنتهي الآن، وفي مواجهات وأعتقد أن هو حتى السلطات لو بتشوف دلوقتي اي تطبيق لهم اللي كان بيطبق في الثمانينات والتسعينات وبنحتفي بيه، بعض السلفيين بيحتفوا بيه في مصر دلوقتي بيحرم. انا رحت افغانستان مثلا وشفت المجتمع، عوده المجتمع المدني، وجيت كتبت في مصر اليوم ان ما رايته في افغانستان النقاب اقل انتشارا في شوارع كابول من انتشاره في القاهره على سبيل المثال. وهناك مجتمع مدني، حتى طالبان نفسهم بدأوا يدخلوا في اللعبه، وشايف لهم منازل شيك جدا وعندهم تلفزيونات وعندهم كل حاجه، واصبحوا بشكل او باخر جزء من السلطه. احنا الى ماذا انتهى الاخرون؟ يعني انتهى الاخرون، انتهوا لايه؟ دي قضيه مهمه جدا، واعتقد مناخ الحريه في جزء من الغوائيه في مصر ما بندرسش حتى. يعني المثال بالنسبه لبعض هي السعوديه. السعودية الآن فيها بعض التراجع وضغوط محلية وضغوط إقليمية وضغوط دولية عليهم في هذا الإطار، أعتقد مفروض يبصوا هذا التيار إلى
تمام. احنا وقتنا طبعا بيخلص، بس انا في كذا نقطه عايز اتكلم فيها. انا كان نفسي اتكلم على مبادره نواب مجلس الشعب الحاليين، واللي هي 7 نقاط، وعايزه بعد اذنكم بس نبقى مختصرين في الاجابات. وهو انه قالوا 7 نقاط، من اهمها انه انتخابات مجلس الشورى تبقى على مرحله واحده مش 3 مراحل، الانتخابات الرئاسيه تبقى في ابريل مش في يونيو لو عرفنا نبدرها عن كده، انه الدستور يبتدي يتعمل في فبراير على طول. كل دي افكار ومبادرات بيطالب بيها اعضاء مجلس الشعب اللي هم حتى الان منتخبين، يعني للخروج من الازمه اللي احنا فيها بسلام في الوقت اللي فيه تيارات. يعني برضو في مجموعه من القوى السياسيه بتقول احنا اصلا مش عايزين مجلس شورى، واعتقد احنا مش فاهمين هو بيعمل ايه برضو. يعني فتعليق حضرتك ايه على هذه المبادره؟ هو مجلس الشورى موجود في الدستور، فمش عارف ما ينفعش يتغير. فاهمه، بس يعني هو ليه بدانا بالشقلوب؟ فما فيش يعني حل للمشاكل. في احتمال ان هو يتلغي بعد ما نعمل الدستور الجديد، بعد انتخابه بقى. بعد انتخابه بعد كل الهرج وال وبعدين لو هم اللي هيحطوا الدستور اكيد مش هيلغوا نفسهم برضه. صح. الحاجه الثانيه انه برضو انا ازاي اعمل انتخابات رئيس جمهوريه؟ لا، رئيس جمهوريه ده منصب. منصب وظيفه يعني. انا ما اعرفش الجوب ديسكريبشن. يعني ايه المطلوب من الموظف ده؟ يعني انت اي موظف في الدنيا بننزل له اعلان بنطلب مثلا معاه بكالوريوس هندسه، مش عارف خبره 2 سنين، اي حاجه. فمواصفات الوظيفه ومواصفات الدور اللي هيقوم بيه ومهامه بيحددها الدستور. وبالتالي انا يعني انا فاكر في لقاء مع احد المرشحين المحتملين الرئاسة، قال انا ما اقدرش انزل مثلا بدستور بيعطي كل هذه الصلاحيات لرئيس الجمهوريه، راجل محترم، وبالتالي بيحولني لفرعون. فانا عايز اغير الاول الدستور عشان اقدر ارشح مره بالسوق فعلا. فالقصه برضو هنرجع تاني للمناقشه العبثيه، انه اكثر منطقي اولا التعديل الدستوري بيقول الدستور اولا. فدي بقى بيقول الدستور قبل الرئاسه يعني. صحيح. فلو كنا تمسكنا جدا بالتحديد الدستوري ويعني وكذا خلاص احنا مضطرين. ثانيا المنطق برضو بيقول كده، المنطق لان انا الناس كلها خايفه من ايه دلوقتي؟ انك انت تختار رئيس الجمهوريه وفق الدستور القديم، فيبقى في ايده كل الصلاحيات المطلقه دي. فترجع تاني الامور الى قبضه حديديه. صحيح. لرئيس واحد بمقتضى الدستور لديه صلاحيات ضخمه. تعليق على سؤالك، هو مقترح يعني يبقى مجرد مقترح. بس اللي كان مقترح الاقوى والمنشطات الصحف خدت له 3 ايام ورا بعض تصريحات المتعلقه بضغط انتخابات مجلس الشورى تكون على مرحلتين بدل من 3 مراحل، والناس قالوا ان هو ده كان اقتراح الشورى. ومستشار عبد المعز ابراهيم في اللجنه العليا للانتخابات قال ان هو اقترحنا هو كمان وقدمنا كل ما يلزم، والشورى مش هيبقى فيها ضغط على القضاه قد كده. بس رجع الراجل قال امبارح الى الان لم نتلقى موافقه المجلس العسكري. فهي دي يعني وده هل ده سؤال على الهواء للمجلس العسكري، ليه البطء في اتخاذ القرار؟ قالوا اول امبارح هيبقى في بيان تعديل البيان الدستوري فيما يتعلق بهذه النقطه او اجراء او الموافقه عليها، وبعدين اجلوها تاني النهارده. ليه يعني انت كنت بتدي شهر للدستور؟ وطلع منصور حسن قال لا انا اقصد ليس تقديم انتخابات الرئاسه، لا انتخابات الرئاسه 30/6 على الاقل في 30/6، ولكن لاتاحه الوقت لمزيد من الوقت للدستور. هو قال شهر، هو 28 يوم، البعض بيقول 20 يوم، بس الى الان لم يصدر هذا البيان. طيب من الاخبار الايجابيه اللي حصلت خلال الكام يوم اللي فاتوا، واستاذ فريد ممكن يبقى شايفها ايجابيه قوي، بس هو الافراج عن علاء عبد الفتاح والعفو. وانا عندي على كلمه عفو اصلا كذا خط، يعني العفو عن 90 من اللي محكوم المدنيين اللي محكوم عليهم في محاكم عسكريه. استاذ فريد، ده هو خبر حلو طبعا. هو خبر كويس من حيث ان احنا طبعا سعداء بان الناس تخرج من الحبس وانها كانوا ناس مظلومين بس هو السؤال بقى، طب ومين المذنب؟ مين الطرف الثالث الذي يشار اليه؟ يعني ما احنا بتوع السفاره الاسرائيليه طلع ما فيش، مسبير وطلع ما فيش، الواقعه بتاعت مجلس الوزراء حصل حواليها فضيحه مدويه انه طلعوا عيال ممسكين قبليها باسبوع من الزاويه الحمراء مش صالح، عيال صغيره وعيال صغيره وامهم جت تعيط في التلفزيونات وتقول ان العيال ممسكين مش علاقه. الفكره ان ده بس عشان الناس ساعات بتفتكر ان احنا بنشوه المعلومات وبس، بس ده موثق في سجلات الداخليه، يعني ان هو محكوم عليهم قبلها بكذا يوم. ده الاستاذ طارق عوضي المحامي جاب يعني صوره المحضر الملفات والمحاضر واتحبسوا امتى وكل حاجه كله موثق يعني. طيب يبقى مفيش طرف تاني، يبقى مفيش لهو خفي بقى، يبقى احنا قدام مذنبين علينا ان نكشف عنهم. ليه؟ لان برضه انا عايز انبه في ناس كتيره قوي في اطار الحمل التشويه المتظاهرين والثوره وكده، في ناس كتيره قوي مش واخده بالها ان حتى الناس اللي ضربت نار
يوم 28 يناير ما بتتحكمش ومش معروفه. السادات اتحرقت او السفريت خلاص خلصت، مفيش حد اللي هو خفي. السجلات والسادات اتحرقت كلها. اللي بيتحاكم هم اللي اصدروا اوامر بالظبط، لكن مين الضابط او مين العسكري او مين اللهو الخفي اللي شال بندقيه وضرب الناس بالنار يوم 28 يناير وفي موقعة الجمل؟ في ألف واحد منهم، عدد كبير اطلق عليه النار. على فكره في حدث مجلس الوزراء 19 لغايه امبارح بالليل في شهيد جديد، 19 شهيد منهم 17 او 16 طلق ناري، طلق ناري واحد مش اطلاق نار عشوائي في مكان قتل، يعني ده قنص، يعني قنص يعني في الراس او في القلب. طيب وناس مختاره يعني الشيخ عماد، محمد مصطفى، علاء، كلها ناس محترمه وناس معتصمه، مش البلطجيه، مش البلطجيه اللي قالوا، مش البلطجيه. الناس دي زيهم زي الناس بتوع مسبيرو، زيهم زي الناس بتوع البالون، زيهم زي الناس بتوع محمد محمود، زيهم زي الناس بتوع موقعة الجمل، زيهم زي الناس بتوع 28 يناير. لا يوجد متهمين، لا يوجد متهمين، ولا يوجد طرف ثالث، ولا يوجد طرف ثالث. تمام، لا يوجد طرف ثالث. اعتقد هي بصي شويه اخطاء امنيه، وانا اعتقد لو ترجعي ورا شويه، حتى انا يعني كصحفي بتابع قصه محمد محمود، كان فيها شويه قرارات من بعض قيادات الميدان في المجلس العسكري تسببت في هذه الكارثه. مفيش طرف ثالث، ما تيجيها من الاول. كل الفيديوهات المتاحه في موقع مجلس الوزراء، ونتمنى يكون في ال 24 سي دي الجديد اللي بيتكلموا عنه امبارح جديد، ما كانش فيه طرف ثالث. الطرف الثالث اللي موجود في مجلس الوزراء ومجلس الشعب بالعقل كده، انا مأمن المدخل وانا اللي بتحكم، يبقى مين هيطلع فوق الا اذا كان باذن انا، الا اذا كان عسكري او واحد بلطجي انا اللي سامح له اطلع يعني القصر. انما اجابه على سؤالك، بصي الاسبوع اللي فات شاف كام حاجه لتجميل الوجه النظام والمجلس العسكري، من اخرهم كان الافراج عن على الفتاح 90، كان الحديث عن مجلس استشاري، الحديث بعض الكلام الاقتصادي والمباشر كان اخره امبارح موضوع الاراضي وما الى ذلك. ولكن اعتقد عايزين خلينا نسال سؤال، هم 90 دول، انا قريت الخبر كويس جدا كنا نتكلم عنه قبلها، 90 دول من كام واحد بحكم عسكري؟ 12000 تقريبا، 12000. طب بقيت 12000 فين؟ وش معنى 90 دول؟ يعني انا قريت البيان ده 3 4 مرات عشان كان يعني مثلا عايزين حاجه ايجابيه، عايزين نطلع حاجه بدل ما ناخدها يقولوا علينا انتوا طرف، يعني انتوا طرف ثالث برضه، لا تاخدوا من زاويه واحده انتوا الطرف الثالث، فناخد خبر في الصفحه. فسالنا مين ال 90 دول؟ قلت له 90 90 عاديين جدا، ممكن يكون واحد اتخذ بالخطا، واحد ماشي كان في حظر تجول في شهر في بقى 28 يناير حظر تجول، انما بقيت 12000 مصيرهم ايه؟ في البيان اللي احنا بننتظره، يا ريت يبقى يكون خبر سعيد على ال 12000 دول. احنا بننتظر دلوقتي احاله الجميع الى محاكمات مدنيه، انا مع كده. واحد كان ماشي بالليل، واحد معاه اي اقصى حاجه اتاخدت، معظم الغالبيه العظمى من 12000، اذا لم تكن الجرائم الكبرى بتاعه مسبيرو ومبابه ومحمد محمود والسفاره الاسرائيليه يعني الباقيين دول هم الغالبيه العظمى، كانوا قضايا بسيطه جدا، ده لابد ان يحاكموا امام قاضيهم الطبيعي. واحنا كنا متوقعين انه يعني بعد 90 موقف من 12000 وبعديها اسفيد، كنا متوقعين بعد موقف علاء عبد الفتاح ورفضه المثول امام المحكمه العسكريه، يعني انه ده هيتم مع كل الاخرين، ولكن واضح انه تم التعامل مع الموضوع بشكل فردي. يعني هو المجلس يستجيب للضغط. انا عايز اذكر وببطء وفقط مبارك انتقل من شرم الشيخ الى المركز الطبي العالمي بمليونيه، هو اصلا اتحاكم بمليونيه، اتحاكم بمليونيه، وصرف تعويضات اسر الشهداء بمليونيه، والكلام عن بس في كمان واعتبرهم كمان مش بمليونيه بس، وسقوط 40 او 41 احنا ماشيين في لم تعترف الا بعد يعني سقوط يعني الشهداء. علاء عبد الفتاح احتاج مزيد من الشهداء وهكذا، والاستجابات كلها استجابات يعني تنطوي على محاولات احتواء مش استجابات جذريه. يعني عبد الفتاح على ذمه القضيه لغايه دلوقتي، طبعا هو بس خرج على ذمه القضيه اللي هي قضيه جنان يعني علاء عبد الفتاح خطف بندقيه من عسكري، يعني ده الاتهام يعني. طب يعني هو العسكري ده ضرب بقى ولا مين اللي ضرب ولا مين زميله؟ مفيش تحقيقات داخليه. سؤال على هو كده، لا يوجد تحقيقات داخليه، مش احنا راي عام. انا عارف يعني قريت في الاحكام العسكريه يا استاذ فريد وحاجات كتيره قوي. طيب دلوقتي حتى لو محكمه داخليه وانتوا قدام الراي العام تشتغلوا سياسه، يعني سؤال، حدث محمد محمود في تحقيق داخلي ولا مفيش؟ مسبيرو في تحقيق داخلي؟ بس اسمح لي يا فندم انه اقول كمان انه حتى التحقيقات الداخليه دي غير مقبوله، لانه فكره التحقيق الداخلي ده في الشان الداخلي، يعني انا غلطت في مهنتي كمذيع فمديري حاسبني. بس ممكن يبقى تحقيق شفاف. يعني هم وعدوا في اجراء مع المجموعه اللي سحلت البنت المصريه. طيب فين النتيجه؟ مين اللي قام؟
ناس لابسه ملابس عسكريه. انا عشان كده هم قالوا والله ده في صالح المجلس العسكري. انا عشان كده بقول التحقيق الداخلي ده لما يبقى الشان داخلي 100%، لكن طالما الشان ده متعلق بمدنيين او متعلق باخرين لسه عندنا ضوابط في قوانين عسكريه مغلقه منذ من الخمسينات. لو شان داخلي 100% يا فندم، يعني لو هو مثلا ما قطعش امر مباشر، انا بتكلم ان في قوانين حاكمه ليهم في الوقت المحاكم قضايا عسكريه يعرفونا ان الناس دي راحت المدى العسكري وما الى ذلك. احنا وقتنا فعليا خلص، بس انا مش هقدر اختم من غير ما اقول الخبر برضو الايجابي الثاني اللي هو له علاقه بقضيه سميره ابراهيم امبارح، وهو قبول القضيه، وما اعرفش ده معناه ايه اصلا، هو ده تبعاته ايه، بس ارجوكم سريعا. هو المجلس العسكري قال ان احنا يعني ما عندناش اصلا كشف عذريه، وبالتالي القرار ملوش محل من الاعراب يعني. فواضح ان الكشف العذريه كان بيتم بشكل غير قانوني، لان الكشف العذريه اعتقد في السجون العاديه التابعه لوزاره الداخليه بيتم لاسباب تتعلق بضمان الا تنتهك عذريه الفتاه داخل الحبس. لكن لان الجيش ما عندوش بنات مجندات زي جيوش اخرى، ولانه اللي بيخش الحبس العسكري هم بس رجال، فما عندوش اصلا القانون. اذا كشف العذريه اللي تم بمعرفه الشرطه العسكريه او الجيش ده كان مش بس لا سند له من قانون، ويعني يعني ملوش اساس بالفعل. انا متفق مع جرم مضاعف، متفق مع التصريحات اللي هو على مرسي امبارح اللي هو قال فيها ان ما عندناش كشف عذريه في الجيش. بس اكمل على كلام الاستاذ فريد واقول وقع يعني مش وقع، معلومه انا اعرفها متاكد منها، ان في بعض القضايا الخاصه المتعلقه بيبقى مثلا لو شبكه اداب او حاجه في بعض الاقسام في المستشفيات او الكبيره يعني القصريين مثلا على سبيل المثال، في واحده بيروحوا كده في السجن وكده، احيانا ينتقل طبيب، والغالبيه بيروح هو المتهم الى هذه الوحده سواء امراض ذكوره او القسم الخاص بالنساء للكشف عن هذه الجزئيه. انا اعرف معلومه دي ومتاكد منها، الستات اللي بيعملوا كشف وسيدات وبطريقه فيها يعني احيانا بتبقى هي عمليه مهينه وغير طبعاً حتى فيما يتعلق ب هذه القضايا المتعلقه بالاداب وما ذلك، فما بالك بيتعلق بصور. صحيح. فهو اذا عملوا اجراء كانوا بيعملوه قبل كده كتير، الرجال اللي عملوه وعملوه قدام الناس يعني كلها تعذيب، ده مش مهين طبعا يعني. وقال طبعا استاذ فريد زهران عضو الهيئه العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده يا فندم. الكاتب الصحفي استاذ محمد السيد صالح مدير تحرير المصري اليوم، شكرا جزيلا ونورتونا. خلصت حلقتنا النهارده، ودي كانت اهم الاحداث اللي طبعا كانت بتشغل الراي العام خلال الاسبوع اللي فات، وما زالت هتشغل الراي العام لانها كلها قضايا مستمره. يا رب يبقى يوم سعيد، ويا رب اليومين اللي جايين يعدوا على خير. صباح الفل.